متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة ولنهار يوم غد. هذه الليلة يتوقع أن يستقر الطقس بشكل تدريجي مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة في ساعات الليل، يصبح الطقس باردا نسبيا ورطبا في العديد من المناطق. مع ساعات فجر يوم الثلاثاء من المتوقع تشكل الضباب في أجزاء من البادية الشرقية والبادية الجنوبية ومناطق السهول، تشمل بذلك الطريق الصحراوي المؤدي للمناطق الجنوبية وأجزاء من منطقة زيزيا وبالقرب من مطار الملكة علياء الدولي. ويتوقع تنخفض الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان إلى 11 درجة مئوية وتكون نسب الرطوبة مرتفعة عموما. النهار يوم غد يتوقع بشكل عام أن يستقر الطقس مع ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع تبقى درجات الحرارة دون المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية وعلى ارتفاعات مختلفة خلال ساعات النهار بشكل عام. درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا تكون كالتالي: في إربد من 21 إلى 12، هذه الصورة صورة ليلة الثلاثاء على الأربعاء، أما في جرش من 21 إلى 13، في عجلون من 19 إلى 11، وفي المفرق من 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى في عمان من 18 إلى 11، في الصلت من 19 إلى 14، وفي مادبة من 20 إلى 10 درجات. أما في البحر الميت فترتفع غدا إلى 25 درجة مئوية، والصغرى ليلا إلى 16 درجة. أما في زرقاء من 20 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة في جنوب المملكة تكون في الكرك من 18 إلى 9، في الطفيلة من 16 إلى 12، في معان من 18 إلى 8، في جبال الشراء من 16 إلى 11. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى في ساعات الليل 18 درجة مئوية. المناطق الشرقية تكون في الرويشد من 19 إلى 8، في الصفاوي من 21 إلى 9، أما في الأزرق من 22 إلى 10 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم غد. ندعوكم إلى القيادة بحذر في المناطق التي متوقع أن يتشكل بها الضباب صبيحة يوم غد، خاصة في المناطق الصحراوية، بضرورة القيادة بسرعات منخفضة. دمتم بخير، إلى اللقاء.